بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم جميعا وسعيد جدا 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 بمشاركتي معكم والحضور. العام الماضي أنا تشرفت بحضور المعرض اللي كان في أتلانتا، وصراحة كانت مع طيل فترتي في البعثات أكثر من 20 سنة أجمل رحلة عمل قمت فيها كانت العام الماضي. بيضت الوجه صراحة، يعني شعور جميل جدا، والعشم فيكم إن شاء الله السنة هذه إن شاء الله تبيض الوجه وتحصروا على مقاعد أكثر وأكثر، والأمل معقود فيكم. قيادتنا الرشيدة تبذل قصارى جهدها في الاستثمار في أهم عنصر في البلد اللي هو مين؟ الشباب. فنتمنى أنكم أنتوا تبذلوا قصارى جهدكم ونشوف نتائج مميزة كما شاهدناها العام الماضي والأعوام السابقة. فتمنياتي لكم التوفيق والنجاح دائما، والله يوفقكم إن شاء الله. سعدت بتواجد اليوم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف في عام 2023 المقام بمدينة دلس، وسعدت بالتقاء بكوكبة من أبناء وبنات الوطن الذين تأهلوا لتمثيل المملكة في هذه المناسبة الغالية، ورأيت منهم الحرص الشديد على الفوز بهذه المسابقة بجوائز كبيرة كما تم تحقيقه في الأعوام السابقة وخصوصا العام الماضي. ما شاء الله رأيت جهود جبارة من فريق موهبة والفرق المساندة والزملاء والزميلات المتطوعين، فنتمنى أن يحقق المنتخب في هذه الدورة أيضا نتائج متميزة كما عودونا دائما. تمنياتي لهم بدوام التوفيق.